تفضل يا علي. يا فضيلة الشيخ، نبغى نسأل عن الفرق بين النفس والروح. ورد في القرآن إن الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويقول النفس هي الروح يا أخي. فنبغى نسأل الفرق بين النفس والروح، هل يوجد فرق بين النفس والروح؟ طيب استمع الإجابة. شكرا يا أخي. يا أخي يا أخي اسمع الإجابة، الله يهديك. لا فرق بين النفس والروح، الروح هي النفس والنفس هي الروح، لا فرق بينهما. نعم.